بنايات قديمة مهجورة منذ سنوات من ساكنيها باتت اليوم تمثل خطرا على حياة السكان بوادي حضرموت، فالكثير من المباني الأثرية مهددة بالانهيار، وأخرى قد سقط منها أجزاء خلال الفترات السابقة، الأمر الذي عرض حياة السكان والمارة للخطر. تشققات عميقة توجد في معظم البنايات الأثرية القديمة نتيجة العوامل الطبيعية والأمطار الغزيرة، وتركت دون صيانة منذ سنوات طويلة، إضافة لعدم قيام مالكيها بهدمها وتسويتها للحفاظ على سلامة السكان بالمنطقة المحيطة بها. طبعا نشتكي بسبب المباني هذه القديمة اللي بسبب الأمطار الموسمية هذه الأيام، أمطار غزيرة، وهذه المباني قديمة وما حد ساكن فيها، لا هدموها ولا خلوا يعني أطفالنا تلعب تحتها، وخايفين شيء يوم حد، وبنفس الوقت مهددة في أي لحظة للانهيار. ونتمنى أنهم أصحابها أو ناس معنيين بالشيء هذا، البيوت القديمة اللي هي فاضية ما فيها مساكن، يهدوها ويصلحوا لها معالم زي كده عشان يحفظوا أراضيهم، لكن كده لا حفظوا بيوتهم ولا حفظوا أرواح أطفالنا، فهذا شيء يعني ما يرضيش أحد. الكثير من البيوت الأثرية والمهجورة تبقى لسنوات طويلة دون صيانة من قبل مالكيها، فتمثل خطرا يستوجب التحرك من الجهات الحكومية المعنية لوضع حلول تحد من هذه المشكلة، حيث تنتشر هذه البيوت المهجورة في كثير من المناطق بوادي حضرموت خاصة في الأحياء القديمة. يجب على من يهمهم الأمر، سواء كان ملاك خاصين أو كانت وزارة السياحة أو الثقافة أو تراث، أن يهتموا لهذا المبنى التراثي إيش الشيك من كل ناحية، سواء كان من ناحية ترميمه أو خرابه، يجب أن تحل هذه مثل هذه المشكلة. المباني القديمة سواء كانت أملاك سيئة جدا، في وقتها هذا كانت يعني السياح يأتون إليها من كل دول العالم. تستحوذ هذه البنايات القديمة على مساحات واسعة وكبيرة، وعندما يتم هدمها ستعمل على توفير الكثير من المساحات لبيوت سكنية جديدة، إضافة لإعادة ترميم وتأهيل البنايات الأثرية القديمة لتستعيد مكانتها التاريخية والسياحية، لا أن تترك مهملة ومهجورة بهذا الشكل الذي لا يليق بتاريخها. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، حضرموت.